بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله سأقوم بتجهيز الخلطة اللي راح أستخدمها في زراعة أوراق الفطر. الخلطة عبارة عن أوراق الصنوبر الجافة، أوراق الصنوبر الجافة، يمكن استخدام أي نوع من المواد العضوية، أوراق الشجر، الشجر الجافة، نجارة الخشب أو أغصان الخشب المطحونة مثلا، كله يصلح لإنتاج زراعة الفطر. يمكن طبعا غلي هذا القش في برميل على نار، إما نستخدم غاز الطبخ أو نستخدم الحطب في الغلي. أنا حبيت أستخدم برميل بلاستيك واستخدمت التيار الكهربائي في غلي الماء. طبعا عندي هون صفيحة موصولة بسلك الكهرباء في أسفل البرميل، تملأ البرميل بأوراق الصنوبر وأغمرها بالماء، ثم أضع صفيحة في على البرميل. نبدأ إن شاء الله بإضافة القش إلى البرميل. هذا اخواني بعد ما عبينا البرميل، هاي الاعواد نتخلص منها. الان اخواني نقوم برص الخلطة بثقل. الان سنقوم بملء البرميل بالماء حتى يغمر كامل المادة العضوية. لأن أخوان الكرام بعد ما امتلى البرميل بالماء صار مغمور، كل قش صار مغمور بالماء. نوصل تيار كهربائي عندنا هذا القطب في أعلى البرميل والثاني في أسفل البرميل. الآن نوصل تيار كهربائي. والآن نوصل تيار كهربائي والآن تبدأ الحرارة ترتفع أول بأول. أخواني بقياس شدة التيار المار عبر الماء لتسخين البيئة للزراعة، وتبين بأنه 19 أمبير. هون إحنا نعرف قديش استهلاك العملية للتيار الكهربائي. طبعا لاحظت أنه كل 3 دقائق ترتفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. الآن 19.5 أمبير سحب التيار الكهربائي، وبالتالي يكون استهلاك الكهرباء ما بين 4 إلى 4.5 كيلو خلال الساعة. طبعا هذا البرميل ساعة حوالي 1.5 لشوالين من القش، بأخذ حوالي 4 ساعات من درجة حرارة الغرفة لما تصير الحرارة 75 درجة مئوية. مثل ما حكينا أنه كل 3 دقائق ترتفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة، ولما تثبت عند حرارة 75 درجة مئوية هنحاول نثبتها عند هذه الدرجة، نتركها لمدة ساعة متواصل على درجة حرارة 75 درجة مئوية، وبذلك يكون استهلاك حوالي 20 كيلو بسعر تقريبي حوالي دينار. وبعد ما تنتهي عملية غلي القش نقوم بإخراجه من البرميل ووضعه على مصفاة أو طاولة نظيفة، نعقمها بالكلور أو السبيرتو، ونتركه حوالي 4 ساعات حتى تخرج كل أو أغلب المياه منه، بحيث أنه يعني لو عصرنا ما يطلع منه مي. إذا ظل فيه تالي مي يعني راح يأثر على الإنتاج وراح يصير تعفنات وما راح ينجح عملية الزراعة. إذا لابد أن يكون شبه جاف، يعني في رطوبة لكن ما في ماء، إذا عصرنا ما رح يطلع منه مي. بنحطه على مشبك، يفضل مشبك حتى تخرج أغلب المياه منه، على سبيل المثال بهذا الشكل مشبك مرفوع ومعقم، مسحناه بكلور، حطينا القش بعد غليه. الآن درجة حرارته حوالي 50 القش، حتى نكسب أكثر. الآن المياه في البرميل 50 إلى 60 تقريبا. فالآن بنرد نغلي فيها مرة ثانية، فإحنا بنكسب إنه الآن بدل ما نرفع درجة الحرارة من 12 أو 15 درجة مئوية لل 50 بكون المي جاهزة، فبأخذ معنا وقت أقل واستهلاك أقل للتيار الكهربائي. هذا يا إخواني الآن
أوراق أشجار الصنوبر الجافة بعد ما عملنا لها عملية تعقيم، قليناها على حرارة 75 درجة مئوية لمدة ساعة، وتركتها على الجيف حوالي 12 ساعة. الآن يعني هي شبه جافة، يعني لما نعصرها ما تطلع منها مي. إن شاء الله أنها الآن جاهزة للزراعة. قبل ما نبدأ بعملية الزراعة نقوم بتعقيم أيدينا، أي مادة معقمة، ممكن نستخدم الكلور، وأنا استخدمت هذا النوع من الأكياس 30x40. نضع طبقة من القش، يصنع في حوالي 10 سنتيمتر، ثم نقوم بوضع طبقة من الجذور فوقه. نتأكد من تعبئة زوايا الكيس جيدا، نضع فوقها من البذور بهذا الشكل. هذه الكمية أعتقد تكفي، إنه مناسب. هذه البذور اللي اشتريناها من محل مواد زراعية. أيضا نضيف طبقة من القش بسماكة حوالي 10 سنتيمتر، ثم نضيف أيضا طبقة من البذور، ثم طبقة من القش، وهكذا حتى يمتلئ الكيس. مع الرص الجيد القش، طبعا هذه طريقة زراعة الفطر المحاري، طريقة بسيطة يمكن أي إنسان يقوم بها، حتى ربات المنازل في البيوت يمكن أن تقوم بهذه الزراعة. نضغط حتى نخرج معظم الهواء اللي فيه. نستخدم هذا السلك أو أي شيء حتى نغلق الكيس. ممكن نستخدم سلك أو خيط حتى نغلق الكيس، ثم نقوم بتثقيب الكيس حوالي 50 إلى 100 قطب بمناطق مختلفة من الكيس حتى يخرج معظم الرطوبة من الكيس. هكذا أصبح جاهزاً عملية التحضير لمدة 21 يوم. الآن راح نجرب نزرع الأبواق اللي إحنا أنتجناها. بالأول نقوم بتعقيم أيدينا ونعقم الوعاء الذي نضع فيه البذور. نستخدم الملعقة ونعقمها. نغص الكيس كويس، حرارة الغرفة الآن 24 درجة وهي الحرارة المثالية لانتشار خيوط الميسيليوم. في هذه الأكياس زرعنا بذور اللي اشتريناها من محل المواد الزراعية بعد 25 يوم من زراعتها، وهذه الأكياس اللي زرعنا فيها البذور اللي أنتجناها من تكثير البذور اللي اشتريناها من محل المواد الزراعية. هذه الأكياس قمنا بزراعتها في تاريخ 19/12 من الأبواق اللي قمنا بتقسيمها، يعني الصنف الثاني اللي أكثرنا من الأبواق اللي اشتريناها. لا راح أقوم بعمل فتحات في هذا الكيس حتى تخرج ثمار الفطر من جوانبه. طبعا الفطر أو خيوط الميسيليوم مجرد ما شعرت وجود الأكسجين ونزول الحرارة إلى 18 درجة مئوية
التي تسمى بصدمة حرارية تبدأ احتمال الفطر بالظهور. طبعا عمل فتحات بهذا الشكل كل حوالي 10 سنتي نعمل فتحة في الكيس بجميع الجوانب. يعني ممكن 2 سنتي 3 سنتي فتحة. في ناس بيعمل إشارة زائد وفي ناس بيعمل بهذا الشكل، فكله جاهز. مهم يدخل الأكسجين. ممكن نعمل فتحات بالأسفل وأيضا من الأعلى. طبعا حاط الحلقة للتعليق الكيس بكرة إن شاء الله جاهز للإثمار. بعدها قمنا بعمل فتحات في هذا الكيس لمسافة 10 سنتي، نقوم بتعليقه في غرفة معقمة ومغلقة النوافذ. تظهر ثمار الفطر من هذا الكيس بهذا الشكل. طبعا هذا الكيس زرعناه في 10/12 واليوم هو 29/12، يعني خلال 19 يوم بدأت ثمار الفطر بالظهور خارج الكيس. وقمت هنا بتعليق باقي الأكياس. طبعا هذه الأكياس مزروعة ببذور اللي تم شراها من المحل الزراعي، بينما هذه الأكياس تم زراعتها بالبذور اللي قمنا بتقسيمها من الأبواب والبذور اللي اشتريناها من المحل الزراعي. بدنا نشوف الآن حجم الثمار وعدد الثمار في كل قطف. إن شاء الله خلال أسبوع أسبوعين بالكثير تكون النتيجة واضحة بإذن الله. هذه تجربة جديدة حتى نزيد نسبة الرطوبة في الغرفة. وضعت شريحتين على خشبة مفصولات عن بعض البعض، موصولات بالتيار الكهربائي، راح أحطهم في المية
ونشوف كمية سريان التيار الكهربائي قديش، ونشوف كم راح تحتاج وقت حتى تغلي هذه المياه، وكيف راح تكون البخار. توقفت عملية نمو الفطر بسبب انخفاض درجة الحرارة، درجة حرارة الغرفة أقل من 10 درجات مئوية، والمطلوب أنها تكون بحدود 18 حتى تستمر الإثمار. راح نستخدم إن شاء الله الآن هذه الصفائح ونشوف كم سحب التيار الكهربائي. تقريبا 4 أمبير. نلاحظ الآن عملية ارتفاع درجة حرارة المياه. زيادة التيار تدل على ارتفاع درجة حرارة المياه. وشاهد صاعد البخار، والآن الأمبير حوالي 7 أمبير. ارتفعت درجة حرارة المياه بشكل ملحوظ وبدأ البخار بالارتفاع. أصبح سحب التيار الآن 9 أمبير تقريبا، وبدأت المياه بالغليان. يظهر بشكل واضح تصاعد البخار وسحب التيار 10 و3 بالعشرة أمبير. بدأت المياه بالغليان وسحب التيار 10.5 أمبير، تصاعد كثيف للبخار. هذا سيعطينا زيادة في درجة حرارة الغرفة مع الرطوبة المناسبة. بدأ الأمبير بالنزول 10.2 بالعشرة أمبير. بدأ سحب التيار بالانخفاض مع وصول المياه لدرجة الغليان. أخذت من الوقت حوالي 7 دقائق حتى وصلت المياه لدرجة الغليان. سحب التيار ينخفض أكثر وأكثر. الآن سحب التيار 8 أمبير 7 أمبير. ما زال سحب التيار ينخفض مع غليان الماء. الغرفة الآن أصبحت مليئة بالبخار. هذا البخار مناسب جدا لنمو الفطر. بعد مرور نصف ساعة أصبحت كمية الماء حوالي النصف، وسحب التيار لا يزال 5.2 بالعشرة أمبير. الغرفة مليئة بالبخار وبدأت درجة حرارة الغرفة بالارتفاع. نشاهد أن درجة الحرارة أصبحت 15 درجة مئوية داخل الغرفة بعد نصف ساعة من غلي الماء.